أثار قصف الطيارة الميج على بلدة طيبة. الله أكبر، أول مرة في بلدة طيبة يقوم طيران الميج بقصف هذه الصواريخ. وهذا الشيء أبيض منها، يعتقد أنه فسفوري لأنها لم تنفجر بصوت عالي. هذه هي الشظايا، وهذه هي المواد التي خرجت منه. انظروا هنا، هذه المواد التي لا نعرف ما هي، التي يقصفنا بها بشار الأسد.